شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. كثير من الناس يتصورون أن فكرة المهدي المنتظر فكرة مذهبية تختص بشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعض الباحثين يرون أن هنالك ظروفا معينة كانت وراء ميلاد هذه الفكرة عند الشيعة. الشيعة كما يتصور أو كما يدعي هؤلاء الباحثون مروا بظروف صعبة، ظروف الكبت والإرهاب والقتل والتشريد. هذه بغداد التي ترونها الآن بنيت على جماجم العلويين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهؤلاء السادة الذين ترونهم في مختلف البلاد، السادة الهاشميون موطنهم المدينة المنورة، ولكن لا تذهبون إلى بلد من البلاد في شرق الدنيا وفي غربها إلا وتجدون فيها مثوى لسيد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. أين أفغانستان؟ وأين المدينة المنورة؟ وأين شمال إيران والمدينة المنورة؟ في أفغانستان، في إيران، في مصر، في بلاد المغرب، في بلاد إفريقيا، في أي بلد تذهبون، في أذربيجان وفي تلك النواحي، تجدون قبور لأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء
كانوا يعيشون تحت الضغط وتحت الكبت وتحت الإرهاب. الإنسان الذي يعيش المعاناة، الذي يعيش الاضطهاد، يتطلع إلى الغد الأفضل، فربما يتخيل أشياء، يفكر في أشياء، وهذه أفكاره وتصوراته تخلق له أشياء لا واقعية لها. فالشيعة الذين كانوا يعيشون في هذه الظروف، في هذا الواقع المؤلم، خلقت لهم هذه الظروف فكرة المهدي المنتظر. أنه في يوم من الأيام تنتهي هذه المعاناة، وينتقم الله من الظالمين، وينجو المظلومين، وينجو المظلومون. هذا الواقع هو الذي خلق فكرة المهدي المنتظر. هذا الشيء لا نقوله نحن، وإنما ذكره هؤلاء الباحثون في كتبهم. الحقيقة هذه الفكرة التي طرحها هؤلاء الباحثون لا واقعية لها. الواقع القائم لم يخلق فكرة المهدي المنتظر. واقع الشيعة، اضطهاد الشيعة لم يخلق هذه الفكرة، وإنما هذه الفكرة ترجع بجذورها إلى خاتم الأنبياء محمد. النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بشر بالمهدي المنتظر، هو الذي أخبر إن هنالك رجلا يأتي بعد أن تمتلئ الأرض جورا وظلما، فيملأها قسطا وعدلا. ذكرنا فيما مضى بعض كلمات العلماء من أبناء العامة الذين ذكروا أن فكرة المهدي المنتظر فكرة إسلامية، وأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بشر بها. في هذا اليوم نشير إلى جانب آخر، وهذا الجانب الروايات التي رواها السنة حول المهدي المنتظر. حتى يتبين هذه النقطة، نقطة مهمة، أن هذه الروايات التي رويت لم يروها الشيعة فقط، وإنما رواها الشيعة ورواها السنة أيضا. هذه الروايات ليست كما يقولون من مجعولات الشيعة، الشيعة هم الذين جعلوا هذه الروايات، لا، هذه الروايات موجودة في كتب الشيعة وموجودة أيضا في كتب السنة. ثلاثة من صحاح السنة، الصحاح عند السنة ستة كتب، ثلاثة من صحاح السنة احتوت على روايات عن النبي صلى الله عليه وآله تبشر بالمهدي.
نحن نذكر إتماما للحجة حتى واحد لا يأتي يقول إن هذه الفكرة فكرة خرافية، إن هذه الفكرة فكرة مذهبية. لا، هذه الفكرة وردت في كتبكم وفي صحاح كتبكم. نحن نذكر بعض النماذج من هذه الروايات، والمصادر موجودة، بإمكان الإخوة أن يراجعوها. في كتاب سنن ابن ماجه، وهو أحد الصحاح الستة للسنة، في المجلد الثاني عنده باب كامل يحتوي على مجموعة من الروايات، باب خروج المهدي. هذا عنوان الباب، باب خروج المهدي. طبعا هذه الروايات لها قيمة كبيرة. لماذا؟ لأنه مرة واحد، لاحظوا هذه القضية، هذا الشيء الذي يقوله علماء الرياضيات، عندهم شيء يسمى بحساب الاحتمالات. الآن إذا أجى واحد وأخبرنا بخبر أن فلان جاء من السفر مثلا، وكان هذا الرجل، دققوا في هذه القضية، له منفعة في هذا الإخبار، هنا بحساب الاحتمالات محتمل أن يكون هذا الخبر صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. مثلا نحتمل أنه 20% هذا الخبر صحيح، 80% هذا الخبر كاذب. إذا اجى واحد ثاني محايد، يعني ما إلى مصلحة في نقل هذا الخبر، هذا المخبر به لا يحقق له مكسبا. لا، محايد، هذا الخبر لا ينفع ولا يضر، ونقل ذات الخبر. في حساب الاحتمالات كم ترتفع نسبة صدق هذا الخبر؟ إذا فرضنا أن النسبة كانت 20%، إيش قد النسبة ترتفع؟ إلى مثلاً 50%. فإذا جاء رجل ثالث وله مصلحة مضادة، يعني هذا الخبر، هذا المخبر به بضرره، وأخبر بذات الخبر، بحساب الاحتمالات كم تكون نسبة واقعية هذا الخبر؟ ربما نسبة واقعية هذا الخبر ترتفع إلى 100%، وربما نسبة احتمال الكذب في هذا الخبر تكون 1 من 1000، 1 من 10,000، 1 من 100,000. في حساب الرياضيات لا يمكن للعقل أن يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة، يعني احتمال 1 في 10,000 هذا احتمال ضئيل، هذا الاحتمال مرفوض من الناحية العلمية، لا يمكن لأي عالم، بل لا يمكن لأي بشر أن يعتني بهذا الاحتمال. إحنا عندما نركب السيارة ونروح للبيت، أكو احتمال 1 في 100، 1 في 1000 أنه والعياذ بالله هذه السيارة تصطدم. هل يعتني العقل بهذا الاحتمال؟ أبدا.
الذين رووا، هاي الملاحظة الأولى، الذين رووا هذه الأخبار كانوا، دققوا، يعيشون تضادا طائفيا مع الشيعة. كان هنالك أكو اصطدام طائفي، تضاد طائفي، كثير من الأحكام أنكروها في كتبهم لأن الشيعة قالوا بها، علماءهم يقولون بذلك، يقولون لأن الشيعة يقولون بهذا المطلب إحنا نرفض هذا المطلب، رسول الله فعل هذا المطلب، قال هذا المطلب، لكن لأن الرفض عملوا بهذا نحن نرفضه. تردون مثال لذلك، مثال قائم، هذا ابن حجر وغير ابن حجر يقول، هذا مثال من قبل 1000 عام إلى هذا اليوم قائم في كل مجتمعاته، ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة موجود في المكتبات، ابن حجر واحد من كبار علمائهم وعاش قبل أكثر من 400 عام، قبل أكثر من 400 عام كان يعيش، في كتاب الصواعق المحرقة يقول إن النبي صلى الله عليه وآله قال شيء اللي لا يعملون به، وهو ابن حجر لا يعمل به. ليش؟ لأن الشيعة فعلوا هذا العمل. النبي صلى الله عليه وآله قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد. بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هو ابن حجر في كل مكان من كتابه عندما يأتي إلى النبي، عندي كتاب الآن القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، هو ابن حجر كاتب، كل مكان يأتي اسم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هو في كتاب الصواعق المحرقة ما يقول وآله. ليش؟ لأن الشيعة فعلوا هذا العمل. أنا أريد أوضح الأجواء، أجواء هذا الخبر وهذه الأخبار، حتى يتبين بحساب الاحتمالات كم لهذه الأخبار من القيمة العلمية. واحد من كبار علمائهم وهو المناوي يقول إن رسول الله، لاحظوا هذا التضاد، هذا التدافع، إن رسول الله كان رجل في حياة النبي يقال له أبو عوف، النبي صلى الله عليه وآله عممه عمامة وجعل لها حنكا من بين يديه ومن خلفه، هذا ما فعله رسول الله. لاحظوا الأجواء. ولكن لأن تحت الحنك، هذا الشيء الذي نفتحه علماء الشيعة في الصلاة، لأن تحت الحنك صار من شعار فقهاء الإمامية رفضناه، رسول الله يفعل هذا العمل، ولكن لأن الشيعة فعلوا هذا العمل تركناه رفضناه. الرافضة، لاحظوا الأجواء حتى تتبين القيمة العلمية لهذه الأخبار. الغزالي معروف صاحب كتاب إحياء العلوم يقول إن حجة التمتع أفضل من حج القران والإفراد. الحاج 3 أنواع،
البعيدون عن المسجد الحرام بثمانية وأربعين ميل يأتون بماذا؟ بحج التمتع في الحجة الأولى. والذين يبعدون عن المسجد الحرام أقل من هذا المقدار يأتون في الحجة الأولى بماذا؟ بحج الإفراد أو القران. أما في الحجة الثانية المكلف مخير، يعني إحنا في الحجة الثانية غير الواجبة مخيرين بين التمتع والإفراد والقران. الغزالي يقول حج التمتع أفضل، ولكن حيث إن الشيعة، يقول كلمة الرافضة، حيث إن الرافضة فعلوا ذلك العمل تركناه. يعني لاحظوا الجو المشحون، في هذا الجو المشحون يأتي مئات الرواة، مو راوي واثنين وثلاثة وأربعة، مئات الرواة من أبناء العام يروون أن النبي صلى الله عليه وآله بشر بالمهدي. إذا واحد كان ناقل، هذا الرجل الذي يعيش هذه الأجواء المشحونة، إذا واحد كان ينقل كانت له قيمة كبيرة، ربما 90%. فإذا واحد ثاني روى وثالث روى ورابع روى إلى مئات الأفراد، مئات يعني أكثر من 400 رواية رواها أبناء العام في المهدي المنتظر الذين لهم مصلحة مضادة في ذلك العام. هل يمكن أن يكون هذا الشيء بدون واقع، بدون خلفية؟ هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن كثير من هذه الروايات لم ترد في كتبهم العادية، وردت في صحاحهم، الصحاح الست. يعني كثير من هذه الروايات صحيحة من ناحية السند، موثقة معتبرة، لو كانت رواية واحدة لكفى. فكيف هذا الحشد من الروايات؟ كثير من علماء العامة كتبوا كتبا في المهدي المنتظر، كتب، وهذا الذي نقلته لكم طبع قبل عام تقريبا، طبعات مكررة طبع آخرها قبل عام. ابن حجر المتشدد ضد الشيعة، القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، سنن ابن ماجه، هذه الروايات لها قيمة علمية كبيرة، باب خروج المهدي. أنا البارحة كنت أشوف هذه الروايات وسجلتها من الصحاح، يعني بدون واسطة، لا بالنقل المباشر. الرواية 4083 في سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله، وآله مني لأن مو موجودة في كتب الصحاح هذه الكلمة، قال يكون في أمتي المهدي فتنعم فيه أمتي نعمة أو نعمة، في الصحاح كاتب نعمة، لم ينعموا مثلها قط. يعني في التاريخ ما وجد مثل ذلك. في الروايات أكو إشارات لهذه النعمة، نعمة العلم، نعمة الأمان، نعمة الغنى، بعد فقير ماكو في الروايات، أكو بعد محتاج إلى الزكاة ماكو، محتاج ماكو.
تؤتي أكلها ولا تدخر منهم شيئا. هذا بتفصيل طويل ندعه إلى مجال آخر. والمال يومئذ كدوس، يعني بعضه مكدس فوق البعض الآخر. في رواية، أكو رواية لطيفة، أن الإمام ينادي أو واحد ينادي: هذا المال اللي كنتوا تتقاتلون عليه، واحد باع دينه وآخرته لأجل هذا المال، تعالوا هذا المال موجود، ماكو بعد احتياج إلى ذلك المال بذلك الشكل، أكو محتاجين يجون يأخذون وتنتهي الحاجة. والمال يومئذ كدوس. صفحة 1366. الرواية الثانية رقم 4085. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مو في الكافي، في سنن ابن ماجه: المهدي منا أهل البيت. رواية رقم 4086 عن سعيد بن المسيب قال: كنا عند أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله، فتذاكرنا المهدي، فقالت يعني أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من ولد فاطمة. الرواية الأخرى رقم 4084 في الزوائد يقول: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين اللذين كانا متشددين جدا في الروايات، الشيخان، صحيح على شرط الشيخين. قال رسول الله: فإذا رأيتموه، رواية مطولة أنقل جزء منها، فبايعوه ولو حبوا على الثلج، حتى إذا لازم القضية تقتضي أن تحبوا على الثلج وتذهبوا إليه حتى تبايعوه، روحوا إليه وبايعوه، فإنه خليفة الله المهدي. هذا سنن ابن ماجه. سنن أبي داود الجزء الرابع عند كتاب عنوانه كتاب المهدي، كتاب المهدي، ينقل روايات، من جملة الروايات: المهدي مني، النبي يقول صلى الله عليه وآله: أجل الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الحديث رقم 2485. اختصر: صحيح الترمذي، هذا الصحيح الثالث من صحاح السنة، وهذا الحديث حديث حسن. يقول الرواية رقم 2232 أبو سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وآله فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا. هذا الترديد من الراوي. فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني. الظاهر في بدايات حكم الإمام. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. الإمام ما يعطي بالعد، لا يعد المال كما نعد، لا، يحثو له
يحثي له المال بالمقدار اللي يتمكن يحمله فيحمل. المال بعد ذاك الوقت ما إلى ثروة، كما أنه في الآخرة المال بعد ما إلى ثروة. وأخرجت الأرض أثقالها، تدرون مثل شنو هذا مثاله؟ مثل ما إذا نظام في بلد تبدل، نظام تحدث هنالك انقلابات، النظام يتبدل، العملة تسقط. العملة بعد ما أسقط قيمتها النظام، شنو قيمته بعد ما إلها قيمة؟ إذا أكو ملايين من ذلك المال ربما ما إلها قيمة. في الآخرة المال بعد ما إلها قيمة، الذهب بعد ما إلها قيمة. وأخرجت الأرض أثقالها، الذهب، الفضة، الدينار، الدرهم ما إلها قيمة. في عهد الإمام المهدي صلوات الله عليه المال اللي له هذه القيمة الآن ما إلها قيمة. الناس بعد المال مو شيء مهم عندهم، بالمقدار اللي يحتاجون ياخذون وانتهت القضية. هذه ثلاثة من صحاح العامة، الصحاح الست، ابن ماجه وأبو داود والترمذي، تصرح حول المهدي. ونقول هذه الكلمة أيضا، حتى هذا من لطف الله، الله تعالى يظهر الحق، وعجيب هذا حقيقة. الروايات التي تصرح بحقانية أهل البيت تجدونها في كتب العامة. شلون هذا العالم كتب هذه الرواية وهو يعيش الجو الطائفي المشحون؟ هذا غير لطف الله، أن الله تعالى يريد أن يظهر الحق، يريد أن يظهر الحق. حتى في صحيح مسلم وحتى في صحيح البخاري اللذان هما أصح الكتب عند العام، أكو رغم المحاولات ورغم دقة البخاري، إذا تردون تعرفون دقة البخاري في الأشياء التي فيها رائحة لأهل البيت، راجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. رجل دقيق إلى أبعد الحدود. أي شيء يمكن واحد من الشيعة بعدين يجي يستفيد منه كان يحذفه، أي شيء يمكن أن يكون فيه ثلب لأحد عظمائهم يحذف. أكو رواية هواي أمثلة ذاكر في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة المجلد الأول، راجعوا هذا المثال ما ذاكره. أكو رواية حول قضية راجم الثاني للمجنونة، جاي حاذف كل الرواية وفقط وضع هذا المقطع، الرواية أن الثاني أمر برجم مجنونة ثم جاء أمير المؤمنين وأوقف الحكم، حاذف كل الرواية، يقول قال علي للثاني أما علمت أن النبي قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ معقول أن تكون هذه الرواية؟ النبي التقى، الإمام التقى بالثاني وقال أما علمت أن النبي قال؟ يمكن هذه الكلمة ما إلها جو؟ يعني لاحظوا الدقة، حتى روايات المهدي رغم هذه الدقة تسربت إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن مع محاولة الحذف، اختصار القضية إلى أبعد مدى ممكن. أكو بعد هذا المقدار شك؟ يمكن بعد واحد يشك؟ يمكن واحد ينكر؟ صحيح مسلم
جزء 2 قسم 2 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلى آخره. يقول: يكون في آخر أمتي خليفة. منو بعد ما يقول يحث المال حثيا، يعني يصبه صبا لا يعده عدا، لكن أن هذا الخليفة هو المهدي هذا محذوف. نفس الفكرة، يكون خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. في التعليق مو في نفس صحيح مسلم، إن الترمذي وأبا داود قال هذا الخليفة هو المهدي. صحيح البخاري باب نزول عيسى ابن مريم، جزء 4 صفحة 168. إحوائي محاول يضغط القضية. البخاري يروي: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم؟ من هو هذا الإمام؟ وإمامكم منكم. فماذا يحدث بعد إذن؟ المهدي يقول للمسيح: تقدم وصل بنا. فيقول المسيح للمهدي: لأجلك أقيمت الجماعة. يعني مع كل المحاولات هذه الروايات تسربت حتى إلى صحيح البخاري ومسلم، لكن بشكل مضغوط. هذه هي الحجة الكاملة، فلله الحجة البالغة. بعد واحد ما يتمكن أن ينكر، يقول: لم يكن، لم يقل أحد، لا قالوا. حتى رأيت، إحنا نقلنا في الأسبوع الماضي أن ابن خلدون ينكر فكرة المهدي المنتظر. أنا دققت في عبارته المنقولة عنه في مقدمته، حتى ابن خلدون الله تعالى أظهر في كلماته الحق. يقول في عبارته، العبارة كاتبها الورقة لعلها الآن مو عندي، يقول: هذه الأحاديث حول المهدي وأكثرها فيها إشكال في نظره، يعني ولم يصح منها إلا أقل القليل. لاحظوا العبارة: ولم يصح منها إلا أقل القليل. إذا رواية واحدة صحيحة يجب أن تقبل بها أو لا تقبل. إذا رواية واحدة صحيحة تكفي حجة عليه. ولم يصح منها إلا أقل القليل. إذن الذين يحاولون أن يجعلوا لفكرة المهدي رداء مذهبيا خاصا، هؤلاء في الواقع ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينكرون على شيعة أهل البيت فقط، وإنما ينكرون على نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. البحث طويل، ونكتفي في هذا اليوم بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه ويسهل مخرجه، وأن يمنحنا رأفته ورحمته ودعاءه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح
الباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.